سرايا مبوسة بآدم، ما بعرف شو ممكن يعمل. يا فارس بليز ما بقى تزيدها، ما بدها هالقد، ولا ما كان رح يعمل شيء الزلمة. سرايا بكف اللي عمله. هيدي خالته بدي اقتلها على فكرة، هي حق عليها كل شيء، لأنه هي خبرتك وزدتها مثل العادة، بعرفها كيف بتخبر الخبرية. سرايا بكف اللي عمله، أوكي؟ عندي كتير شغل اليوم، ما رح أقدر أحكيكي وما بدي بالي يضل مشغول عليكي. طيب أوكي، بس مرتك قوية على فكرة وبتعرف كتير منيح تتصرف. أكيد. لا تطلعي برا البيت. إن شاء الله ما كنا عم بزعجك. لقيت عليك انتي منيحة، الأستاذ فارس طلع من بكير والست سوريا كمان أخذت فرح وطلعت لأنه عم تبكي كتير وخافت تزعجك. بقية الولاد كلهم نايمين، أنا جهزت الفطور، بتحبي أجيب لك إياه لهون؟ تركيني ربا. يس في ضيف حابب يشوفك بس مش اخذ موعد، قال هو صديق للعيلة. انه بيومين عملوا لي البوتيك زبيل. مين هالمرة؟ عادل عبود مدام. الو مدام؟